احنا البارحه زرنا السيد وزير الدفاع، نعم، ووجه يعني وتحدثنا وجها لوجه على هذا الموضوع. الرجل الحقيقه تحدث لنا، السيد وزير الدفاع هو كان يقاتل عندما كان قائد القوى البريه، يقاتل مع الحشد في موضع واحد، في خط واحد، نعم يعني نعم. وكل قياده الحشد هم اصدقاء له وقاتلوا عدو واحد، فبالتالي عندما تحدث هو ليس الغرض الطعن، يعني طعن بالحشد، لكن قال يعني هاي القوة اللي اجت يعني كم سيارة، يقصد عندنا قوة، احنا موجودة يعني موجودة قوة عندنا وعندنا أسلحة، بس احنا ما نريد نوصل للاقتتال، نريد نحل الموضوع بطريقة سلمية أخوية، يعني حتى لو صار خطأ بأمر التنفيذ المفروض يعني هم أخواننا قيادة الحشيد، أشيل التليفون على وزير الدفاع مو وأحكي وياه وأحل الموضوع، يعني ما يستوجب إحنا على أي شيء نطلع كل من يطلع قوة، هي كلها قوة واحدة تدعم قواتنا الأمنية، واحد يسند الثاني، وإحنا بالنسبة إنه يعني تكلمنا الوزير يعني لا كان يقصد الإساءة، وهذا شخصيا تكلم ويانا وقال أبدا، يعني والله طيب. هذا نقل من كلام السيد الوزير، لان احنا يجب نحافظ على هيبه الدوله ولا نعطي فرصه. اليوم احنا لو تدري ثايره طلقه واحده، يعني كانت قوات خلال الاستعراض اي قواتنا الامنيه ترى الموجودين كلش منضبطين صار داخل المنطقه، يعني لو ثايره طلقه واحده صدقني نعطي فرصه القوات